والحقيقة أننا نحيي ونشكر أخواننا المهتمين بموضوع التراث والمحافظة عليه، لتعرف الأجيال ما كان عليه آبائهم وأجدادهم وأسلافهم، وبنوا مجدهم من بيئتهم، ولا من ناحية البداوة ولا من ناحية الحضارة. ماشي. وكذلك لا أنسى الأخ بتال بن ثواب الكدة، حريص على متحف لديه، وحتى إن عنده بندق هذا طولها يسمونها بندق الخيال، شرح لنا والده رحمة الله عليه في هذا المتحف، وبما ضم حقيقة من الآثار الطيبة ومن الأمور التي يعتز الرجل فيها، ونعتز نحن كسعوديين بتراث آبائنا وأجدادنا. صحيح. أما من ناحية القصيدة يا أخ أحمد، فالحقيقة بروي لكم قصيدة الشاعر محمد بن شلاح، وهي الله يجعله فيها فيها كلمات ما يعرفونها الأجيال الحاضرين، فأحبب أني أوضحها لهم. جزاك الله خير. محمد بن شلاح رحمة الله عليه رجل كان له دوره، من شيوخ الشلالحة من طير. ونعم. وكان مشرف على برنامج البادية، وزارنا في ديارنا في بيشة وفي النقيع، وعطانا سالفة وقصة البيت اللي يقول املوا الوجار وخلوا الباب مفتوح. سالفتها جاء رجل لافحة القهوة، مشى مع البيوت، والبيوت مسككة، الناس في المدن تعرف بعضهم، لقى باب فاتح، باب بن شلاح، ودخل. قام دخل على فلة في طرفها بيت شعر، ظهر عليه نمر، قال انت ما دقيت ما استاذنت، ولين ابوه ظاهر توضي. أيه. قال يا نمر ما في سكة الباب مصلوح، الله مهيب لنا يا مظنة فوادي بيت واحد. وابن عليه القصيدة بعد فترة يقول املوا الوجار وخلوا الباب مفتوح، خوف المسير يستحي ما ينادي، نبغى لي يا جنازح الدار ملفوح، لفحة القهوة، نبغى لي يا جنازح الدار ملفوح، وشاف البيوت مصككة جاك بادي، يقلط بديوان به الصدر مشروح، ورزقه على رازق ضعاف الجرادي، يا نمر ما في صكة الباب مصلوح، مهيب لنا يا مظنة فوادي، تصلح لمخلوق يبي يسر الروح، ناشن عليها معتمدها اعتمادي، يا نمر لو المرجلة سدو مسدوح، وهذه النقطة اللي أقول لك بها، يا نمر لو المرجلة سدو مسدوح، كل النقزها حر ولا برادي، لكنها من دونها المر مطروح، ورض تبي من جود فعلك سمادي، رجال تقصيره مع الناس مسموح، لحيث ماله في القديمة شدادي، ورجال تقصيره مع الناس مفضوح، وكل يقول النار ترث رمادي. وسلامتكم. إذا تسمح لي أبناء ولا تعيد لي على النقاط اللي فيها، الأبيات اللي فيها من التراث. لا والله عطناها الحين ووضحها لنا. فيها يقول يا نمر لو المرجلة سدو مطروح، لو المرجلة سدو مسدوح، هذا السدو أنا الحقيقة أريد للأجيال ليستمعوا لنا ما هو هذا السدو، الشبان يعرفونه، فنحن لما نذكر هذه الأمور لنربط الحاضر بالماضي، ولنعرف ما كانوا عليه آباؤنا وأمهاتنا، وبنوا مجدهم، بنوا بيوتهم، بنوا مساكنهم، فهذا السدو هو الهجير اللي يطرحونه، لكن قبل يطرحونه من يجي؟ يجي من الصوف، صوف الغنم، يقصون الصوف ويجزونها، يسمونها يجزونها، يجزون الصوف ثم يجمعونه ويخبطونه حتى يتداخل ويتلاين، ثم يفرش ينفش نعم، ثم تأخذه يعمتونه يسمونها العميتة، ثم تأخذه المرأة أمهاتنا رحمة الله عليهم. وقتهم كله شغل، كلهم شغل، لو شافوا الحقيقة بناتنا الله يوفقهم في عصرنا الحاضر ماذا كان عليه الأمهات، وما كان تعبهم، وما كانوا لا في الشغل لا في المال لا في الطحين لا في الأمور، فيأخذون هذا
الشعر ويضعونه في الغزالة، اسمها الغزالة، وهذا المغزل. تتكلم معك وتتحدث معك وهي تغزل حتى تطلع الحصوة. طلعت الحصوة، بعد الحصوة تجمع الحصوات كلها. نعم. إذا الدجة، الدجة هذه الدجة الصغيرة، الدجة 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 والمغزلة والمغزل هذيك تغزالة والمغزالة بالمنطقة. نعم. لكن هذه الحصوة كبيرة أكبر من الدجة، الدجة أصغر في الخيوط. عندنا في الجنوب في بيشابل هالكلام هذا. بعدها عندما يجمعون هذه الحصوات يفردونه، ثم يبدون النسيج ويبدون يكونون الهجير. يطلع نسيج ولا منهم كملوه إلى آخره. بعدها صار عندهم كم من هجير، جمعوها بعضها مع بعض كونوا هذا البيت، بيت الشعر. بيت الشعر ما يقطر الماء منه. وهذا الحقيقة لما نذكر الماضي، لأنه الحقيقة معين للحاضر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. كذلك من كلماته رحمة الله عليكم، املوا الجار. الجار الحقيقة معروف، وهو محل شب النار والقهوة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. بس انا عندي تعليق على معنى لو المراجل كانها السدو مسدوح. ايه السدو ما مثل البساط، هذا سدو، هذا اللي قدامنا هذا هالاصفر، هذا هالاصفر. ايه ما يحتاج، لو المراجل كانها السدو مسدوح ما يحتاج مجهود، سهله سهله. كل ينقذها، كل يطاوي تعدى. الحين انت تعطى هذا تعدى ما تدري عنه. نعم. لكن المراجل قصدها صعب، اصعب دون هالمر مطروح. المراجل ما هي بسد ومسدوح. انا عندي صراحه ذكرني بحاجه في القهوه، هو الرجال اللي يقول خلي الوجاء الباب مفتوح. انا بسمي وان شاء الله اني كنت تسميتي صحيحه. أي. لان الكلام هذا قديم والناس يروونه، يقول نومان الحسيني رجل اعتقد من الضفير، شاعر وفارس. نعم. وراح كان صار عنده جلوه وروحه، فشفق على القهوه، جاء له دين هروح ريح قهوه غريب عجيب، فجامع ريح القهوة. والله يوم جاء للديوان، دخل هالديوان يمشي لا دخل لها المجلس والصالة، ولا امرأة هجمة للنساء وتصب قهوة على رجالها. ويوم المرأة شافت الرجال وهي تقوم فزع من الرجال، كشفها متكشفة عند رجالها، قال زوجها قعدي لا تقومي. سم نسيت أنا وأنا سولف نسيت أشغلناك بذا المدخل هسلة عجيبه. لا اشغلتني وضيعتني اسلم. لا ماسكين لك المقبض، جاه الرجال لهم وهي تقاوي زوجها. يوم جاها تقاوي زوجها دخل عليهم جابته ريحه القهوه. والحرمه شافت الرجال دخل عليهم فزت بتهرب متكشفه عند زوجها وتصب عليها القهوه، قال زوجها قعدي لا تقومي، قال اجلس. وش جابك؟ قال جابني ريحه القهوه، قال صبي له قهوه. وسيفه كان يقول على رجلينه، فسحب سيفه بيشوفه صدق راعي قهوة، والله ما هو براعي قهوة. نعم. ولا جاني يتعلم، والله جان وش دخله؟ فقال اقعدي صبي له قهوة. واخذ سيفه وسحب السيف من جفيره الرجال. هو قاعد. نعم. هذا قاعد، فصبت له اول فنجان فشربه، فصبت الثاني فنجان فشربه، فصبت الثالث فنجان فشربه، فصبت له رابع فنجان. قال بس، قال قومي يا مرة، هذا راعي قهوة جاب ريحة القهوة، لو ان الشرب فنجان رابع قصيت راسه. خامس قصيت لا رابع. وشرب ثلاثة. هي قال لو ان الشرب رابع قصيت راسه، لانه ما هو براعي قهوة. ايه اهل القهوة، القهوة لها لا لها بروتوكول. ايه. ما حد يتعداه، يعني ما تنزل فنجانك في الارض. ما تملى الفنجال، ما لا تممت تهز الفنجال فيها شاف القهوه. والان حتى حكامنا الان، انت لو تناظر حكامنا وشربوا من القهوه، لان القهوه تعتبر تراث وليس شرب. لا تعب، انا اقول اي شيء، احنا عندنا تراث. اليوم هذا الميزان هذا عمره 120 سنه. نعم. انا تحدى واحد ما هو متابع عمره 70 سنه يعرف هذا وهذا. لا معلش، كلمه تحدى كبيره، لكن الان عرفها صح ولا لا؟ صحيح. الان حتى العمر 70 وهم ما متابع ما عرفها. القهوة لها قيمة. ليه؟ لأنها الشيء رسمي، ما في تلاعب. صح. لا تأخذ بيسارك ولا تمد بيسارك، ما تشرب شربك للموية. بس هذه اللي حبيت تذكرني، الله يجزاها أبو على الكلام.
بيض الله وجهك. وأنا ما أنسى أني أجيب الأبيات اللي من أفضل ما قيل بالقهوة، ولو أنها بداية قصيدة حربية للشاعر الكبير خرف بن هدال الله يشفيه ويعافيه، يوم يقول